سيبها يا حبيبي من الاخر كده بالصلاه على النبي، كل مبرك من 10 واتنين ابرك من جورنان، عشان نختصر بقى الدم اللي ممكن يطرطش عليا وعليك ونبوظ الدنيا. تمام، البليشه دي فلوسها هتيجي. تمام ولا الكلام ده مش واكل؟ انا عذرك على فكره، بس انا وسيف اخويا فوله واتقسمت نصين، بس انا سيد سيد مش سيف حتى اسال رتاب. ولا انا مش عبيط يالا، انا الكلام ده ما يدخلش عليا. حضرتك مش مصدقه ليه بس؟ يعني انت اول مره تشوف توينز، وبعدين ما البلد هنا مليانه توينز زي حسام حسن وابراهيم حسن وميمي شكيب وزوزو شكيب واكرم حسني وحسن حسني. لا دول تشابه اسماء. لا اكرم حسني واحمد صلاح حسني هم اللي تشابه اسماء حضرتك. ايه ده؟ وبعدين احنا ما تعرفناش باسمك يعني. انا المعلم هولاكو. يما طب حضرتك اقتنعت يا معلم هولاكو ولا مش مصدقنا؟ لا بنسبة كبيرة كلامك مقنع طبعا. خلاص ما عنديش مشكلة، انا هسيبكم تمشوا. ياه انا متشكر جدا، انا اول مرة اشوف مجرم متفهم زي حضرتك. انا شفت دي حلوة ها؟ عجبتني. عجبتك؟ اوي. وعجبتني انا كمان. بس في حاجة بقى لازم تفهموها كويس، انتوا قبل ما تمشوا انتوا هتجيبوا لي الفلوس تاني. ليه بقى؟ لان المعلم هناكو معلم هولاكو مجنون. في ايه يا ملك يا ما تسترجل يالا؟ حضرتك انا مش ولد، انا بنت واسمي ريتاج. بقول لك ايه بقى من الاخر كده عشان انا بدأت جد منكم، ريتاج كولاج، انا عايزكم تتشقلبوا كده قدامكم من واحد لثلاثه، تكون الفلوس عندي. ممكن حضرتك تعد لحد 10 والثلاثة ده قليل قوي. يا سلام، والسبع ثواني دول بقى اللي هيفرقوا معاك هتعمل فيهم كل حاجة؟ معلش حضرتك بس ممكن تدينا مهلة أسبوعين بس؟ أسبوعين وهنجمع لك ونعمل لك كل اللي أنت عايزه. لا بقول لك أنت وهو، بقول لك إيه؟ أنا لازم أبدأ بواحد فيكم، بص أنت هبدأ بيك أنت. لا استنى، لا أرجوك أرجوك ما تعملهاش حاجة. خلاص أنا هديك الفلوس، بس أستأذنك يعني نروح مشوار صغير. فين؟ أنا شايل الفلوس في مكان أمين. مين أمين؟ لا مكان امين عندي في البيت، شايلها في الخزنه. خزنه ايه؟ شايل الفلوس في الخزنه. ايه فقدت دي؟ ايه معناها؟ بقول له يعني يلا انا شايلها في الخزنه، يلا نروح نديله فلوس. اللي تديله الفلوس. اوكي لا اذا كان كده تمام. ماشي اتفضل. ماشي. لا اتفضل طبعا ما ينفعش. شكرا. اتفضل. دورت الدنيا كلها، دورت الدنيا. يا جماعة اجروا بسرعة من باب المطبخ، في حريقة حريقة. هتقولوا انا عايزه حد حي، ما حدش يضرب علينا، اوعى هيتني كده. خلاص خلاص يا ريتاج مفيش حد ورانا. متأكد ان مفيش حد ورانا؟ يا لهوي سيد انا مش قادر اخد نفسي، انا تعبت من الجري. معلش يا حبيبتي تعالي على نفسك. اقول لك حاجة، اقلعي الكعب عشان تعرفي تجري كويس. كعب ايه اللي اقلعه ده؟ انا بجري بمحل جزم. معلش معلش. بقول لك ايه؟ كلمي الفخ شوف النادي امان كده ولا ايه؟ خطر وقفتنا في الشارع دي. حاضر يا حبيبي. غريبة ريتاج. ايه؟ ريتاج بتكلمك. لا ده فخر، اصل انا عدتي اتلخبطت مع عدته. عدته؟ طب بصي انا عايزك ترد عليهم تقول لهم الدنيا هنا بيس ولازم يجوا ها؟ عشان يلحقوا العشاء الاخير، والا والا ايه يا معلم؟ هو انا هحاسب على المشاريب لوحدي؟ اتفضلي ردي. فيها استوتين. الو. ايوه فخر. النادي عندك ايه الدنيا؟ تمام؟ لا الدار امان، مفيش اي حد، كله قلسطه. يلا انا مستنيكوا مستنياكوا. ماشي انت بتاكل ولا ايه؟ بسرعه. طيب حاضر دوقته. ماشي ها
قال لي كله أليستا والدنيا تمام وبيحتفلوا بعيد الربيع في النادي. أليستا هو أنت فخر ولا إيه؟ يلا يا سيد مش وقته بيجري وراني. الدنيا فعلا هصة هصة إيه؟ مش قادر يا سيد، سمانة رجلي من الجري هتنفجر. معلش يا حبيبتي أدينا وصلنا أهو، دلوقتي نقلع وننزل البسين، بس أوعي تنزلي بالمايوه قدام فخر. أنزل قدام فخر إيه؟ إذا كان أنا هنزل بجسم فخر نفسه. أنا كل ده مش فارق لي يا سيد، أنا فارق لي خلاص إن اليوم المؤلم المتعب ده خلص. لا اليوم ما خلصش يا حلوة، ده لسه هيبتدي. مش عيب لما تهربوا وتسيبوا المزة لوحدها؟ فخص عليكوا رجالة. لا يا معلم صحاوي، أصل هي ريتاش كانت بعتني أجيب فينو عشان نتعشى، أنا بقى نسيت أجيب الفينو، هروح أجيبه بسرعة. اخشى يالا. يا خسارة يا خسارة يا فخر، طول عمرك هتفضل قذر. انت مش قلت تعالوا على النادي عشان الدنيا امانه والجو أليستا؟ امال ايه يا ريتاش؟ عايزاني اشيل الليله كلها لوحدي ولا ايه؟ انا مش فاهم، يعني انت عايز تفهمني ان هي فخر وانت ريتاش؟ ده ابو الباشا يبقى مين؟ السحاوي؟ ما علينا، انا عايز اعرف فين الواد اللي شقلطني. معاش ولا كان اللي شقلطك يا معلم؟ لا اتشقلط أكيد، قصده على سيف. هو فعلا سيف هو اللي مسح بكرامته الأرض. فين الواد ده؟ He is dead. روح اتجدد. يعني إيه مش فاهم؟ يعني سيف مات وارتاح يا معلم. عايزني طبعا أقول الله يرحمه واتخطف وربنا يصبر أهله. فين الواد؟ والله يا معلم سيف مات، ولو مش مصدقنا تعالى معانا لحد فيليته عشان تتأكد. ماشي، بس تعرفوا لو الموضوع ده طلع كدب هعمل فيكوا ايه؟ هتعمل ايه يعني؟ ما احنا كل مره بنضحك عليك وبتيجي تاني. ما هو عشان من طيبه قلبي انا غلطان. اتوب بالراحه يا بقف. ايه مالك يا فخر؟ مش عارف، حاسس نفسي غم عليا. بس ما تقولش. بس ايه، انا اللي تعبان مش انت. انت مالك انت يا زكي؟ انا مش عايز اقول الا لما اتاكد الاول. في ايه يا بنتي؟ ما تنطقي. سيد انا شاكه اني حامل. اخس قصدي هو هي اللي حامل، هي اللي حامل. ده هيبقى اسعد يوم في حياتي يا حبيبتي، قصدي هيبقى اسعد يوم في حياتي يا حبيبي. انا مش عارف افرح مع مين فيكم. نعم يا عين امك، منك ليها. هو مين اللي حامل؟ انت عرفت منين؟ ما هو اللي في بطنك ده يبقى ابني. اخوانا انا عايز اعرف هي مرات مين فيكم. انا هقول لحضرتك الحقيقه بس ما تستغربش. ماشي. ده مراتي، واللي في بطني دي يبقى ابننا احنا الاثنين. طب وانا عايز اطلب منك حاجه. اتفضل. ودوني المستشفى دلوقتي عشان حاسس اني حاولت. يلا خلي بالك من الواد يا فخر، الواد امانه معاك. اسكعك الواد على امان. الحقني يا سيد. بالراحه انت يا فخر عشان اللي في بطنك يا حبيبتي. حبك برص كلمة زيادة وهنزل اللي في بطني. لا والنبي يا فخر، على آخر الزمن فخر الشحات بقى حامل. أنا اتهنت. أنت يا جدع اللي اسمك سيف، ارفع إيدك وسلم نفسك. أنا ورجالتي مسلحين، أي حركة كده ولا كده هننفخوك. في إيه يا معلم؟ مالك خايف كده ليه؟ ما بنقول لك مات. باب الاحتياط يا بنتي، ما تعرفيش عامل فيا ايه هناك. يا جماعه اصبروا بس، ده كان ميت هنا، هو راح فين بس يا ربي؟ او ماي جاد، هو اتبخر ولا ايه؟ بخر؟ الحق مش عليكم، الحق على العبيط الاهبل اللي صدقكم. ما تقولش على نفسك كده يا معلم سحاوي، ان شاء الله هنلاقيه. مالكش دعوه، انا اضرب نفسي. والله العظيم يا معلم كان ميت هنا صدقنا. ما ممكن يا سيد المعلمين يكون فاق بعد ما مشينا. ممكن، وممكن برضو يكون وقع على الارض فالتوكسيدو بتاعته اتربت وطلع ياخد شاور. صح، انا هروح ادور عليه بره. يا سيف سيف سيف، انت رايح فين يالا؟ انت هتفضل معايا هنا لما نعلقوك وننفخوكوا نعرف مين اللي كذاب فينا. خدوهم على الله، حد يمد ايده عليا. انا ريتاج، ما تمسكش كده يا حيوان. ما حدش يلمس مراتي. انا ريتاج، انا مراتي، ما حدش يمسكني كده. مساء الخير يا حبايبي يا حلوين.
يا رب ما اكونش جيت قطعتكم. انا ممكن اجي في وقت تاني عادي. ايه الشخصيات الكرتونيه الغريبه دي؟ مش داودي بتاع توي ستوري؟ عجبتك؟ وانا كمان. انا كل اللي يلزمني من الشله دي الاستاذ، عشان عايزه في موضوع مهم. الراجل ده يخصني انا، عايز تتكلم معاه تتكلم من خلالي انا. مين القمر؟ انا السحاوي علي، واللي ما يعرفش السحاوي يبقى على موته ناوي. سحلاوي وعلى موته ناوي. عجبتك؟ ما عجبتنيش. واللي ما يعجبوش ما يلزموش. ايه؟ قلت لي مين بقى القمر؟ خدامك وجزمة في رجلك يا باشا، السحاوي سابقا. لا عيب سحلاوي، تقولش كده على نفسك، انا بحبك. وربنا وانا بحبك يا باشا، وعايز اقول لك ان انا مجرم هاوي مش معترف. اعملوا حاجة يا جزم. اي حد بيجي هنا يعلي صوته بيثبتك. انا ندمان على كل دقيقة ضيعتها في الخوف منك. حت ام الاستفرة دي، بس لو ربنا انقذني من الموقف ده. ايه يا سيف، انا ضيعت معاك وقت كتير قوي. فين الفلوس؟ يا معلم هولاكو، انا سيف مش سيف. تاني يا سيف؟ وبعدين انا لو معايا 6 مليون دولار كنت اديتهم له. انا رأيي يعني بصراحة بصراحة كده تستعوض ربنا فيهم. نعم؟ انت عايزني اسيب 6 مليون دولار؟ يا اخي سيبك من المسدس ده، يا اخي سيبك من الرجالة دي، وسيبك من الباقي المفتوحة في البيت، وسيبك من قصات العربية. الروتس بتاعت الكيرلي هتبان، الكرياتين بتاع شعري. استنى عندك يا هولاكو، انت ممكن تعمل HR letter للبنك وتاخد بيه كارد كرياتين. انت بتتكلم بجد؟ ريلي ريلي؟ اه، بس في حاجة تانية، انا مش ولد، انا بنت واسمي ريتاج. انت ممكن تسمعني بس وتبص على شكلي وانا بتكلم. لا 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 لا، مش هتلخبط هولاكو، ما يتلخبطش. عارف ليه؟ ليه؟ ان هنا السؤال بيطرح نفسه، يا ترى هولاكو هيعمل ايه؟ هياخد عمركو. لا مش معقولة تقتلنا دلوقتي يا باشا والحكومة هجمت وتتقفش وانت بتتموتنا يعني. خلاص تعالوا كلكم عندي. هو انت ساكن فين؟ المقطم. لا مش هينفع، النهاردة الخميس، هتلاقي صلاح سالم فوق بعضه. فعلا شارع 9 بيبقى حاجة بشعة. نروح العوامة بتاعت العجوزة. انا عندي اقتراح ممكن اقوله؟ اوكي اتفضل. ممكن تاخدنا كلنا على كوبري الجامعة نشرب حمص الشام وترمينا بعد كده، وبعدين تبقى تحاسب الراجل عادي؟ ما تتكلمش تاني. طب استأذن انا بقى يا باشا واسيبكوا تقضوا اجازة سعيدة ونشوف حاجة جديدة مفيدة. يلا 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 يلا. طب ما تيلا عشان البوليس مستنينا برا. فعلا مظبوط. فين باب الجنينة؟ من هنا. اوكي ليتس جو. شفت؟ جرب بقى، جرب الخوف اللي انت كنت مخوفه لنا. سامحونا يا اولاد، معلش انا اسف. اهو اهو. فلاشة فين؟ هو احنا لو معانا الفلاشة مش هنديها لك ليه؟ مش كده يا سحاوي؟ صح صح يا باشا، انا كنت خاطف الناس دي، دلوقتي بقيت مخطوف. انا عايز اعرف الفلاشة دي عليها ايه وانا اعمله لك. مش هتعرف لا شكل ولا صوت ولا حنجرة. الفلاشة دي عليها الألبوم بتاع حمائي الجديد. هو أنت خاطفنا عشان تسمعنا ألبوم حمائي؟ بالظبط، علشان لازم أسرب الألبوم قبل ما ينزل. ليه؟ عشان أفش غلي وأخد حقي. بس أنا عايز أعرف إيه اللي بينك وبين حمائي؟ اللي بيني وبين حمائي كتير قوي. ربنا دي من المعروف. ايه؟ ربنا دي من المعروف يا باشا. حلو حلو. عجبتك؟ ها؟ ما عجبتنيش. انا اسف. مفيش اي حاجه بتعجبني في الحكايه دي. انا هحكي لكم الحكايه من البدايه. زمان زمان وانا صغير كنت بحلم ابقى كبير، تعب القلب وتحير. ايوه ايوه، بس ده هشام عباس مش حمائي. مش هتفرق يا عم، خليه حمائي. كلهم داسوا عليا. نعم.
هشام وحمائي وكاظم كلهم. انا رق ورقيت، دف ودفيت، سكس وسكسيت، حب وحبيت، كره وكريت. الله، انا اشتغلت معانا باتشي وعمري ما هنسى الكلمات اللي كانت بترن بترن في ودني. بترن؟ ايوه بترن يا باشا. ارفع الشعار يا طبال واستئذان سلام حضور السبال اللي حضر ونور وانس وشرف فرحنا باسم الصحبه الطيبه باسم الجمع السعيد كله من حبنا حبنا اثر متاعنا متاعه وتال لا 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 لا. هولاكو كان بيعمل كده، ما تستغربوش. اقسم بالله انا ما فاهم اي حاجه ولا انا بجد. طب انا هقول لكم على حاجه. اتفضل. استوعدوني ما حدش يعرف. نوعدك رقصه لما ما كانتش بتيجي كنت بنزل ارقص مكان. هو حمائي بيبقى رقصة؟ اه. عرفتوا قصتي بقى مع حمائي؟ عرفت ده. عرفتوا انا عايز الفلاشة ليه؟ ما بنقول لك معناش فلاشة. خلاص يبقى هخلص عليكم دلوقتي. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان. مساء الخير يا جماعة. بس 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 بس. ايه يا بابا انت تبع مين نؤمن؟ هو الشهر العقار هنا؟ ده سيف سيف. شهر عقاري ايه وزفت ايه؟ ارموه بره ده.